الطرف الثاني أن يحدد الطالب موقع كل من الغدد التالية: الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، والغدة المعسكرة في جسم الإنسان. نحن عم نقول أنه لها موقع محدد، فما هو هذا الموقع لكل غدة من الغدد التالية؟ أهم الغدد في جسم الإنسان هما الغدتان النخامية والدرقية والغدة نظيرة الدرقية. طبعا لكل وحدة فيهم لها موقع محدد في جسم الإنسان. الغدة النخامية هي غدة صغيرة جدا، حجمها لحجم حبة الحمص، ما بنعرف حبة الحمص الصغيرة، نفس حجمها، موجودة أسفل الدماغ. وقت درسنا أسفل الدماغ والأقسام التي توجد عليه، ماذا يوجد على أسفل الدماغ؟ عددنا من بيناتها الغدة النخامية. هي كوزن، وزنها حوالي نصف جرام أو 0.6 جرام. تخيلوا على حجمها شقد صغير، ولكنها مهمة جدا في جسم الإنسان، مهمة، فهي المشرفة على باقي الغدد ولها وظائف جدا هامة كما سنرى إن شاء الله في الفقرة القادمة. اثنين، الغدة الدرقية متوضعة حول الحنجرة. الحنجرة الموجودة في الرقبة الإنسان، صحيح؟ هي عبارة عن أكبر غدة صماء من ناحية الحجم طبعا. من ناحية الحجم أكبر غدة صماء هو الغدة الدرقية. موقعها تحيط بالحنجرة وأعلى الرغامة. لاحظوا شلون أنه تحت إشراف مين تفرز حاساتها ومفرزاتها؟ تحت إشراف الغدة النخامية. ثالثاً، غدة نظيرة الدرقية. هلأ الغدة الدرقية قلنا متوضعة على الحنجرة، صحيح، وعلى الرغامة. طيب نظيرة الدرقية أو جرات الدرقية على السطح الخلفي، خلال دراسة الغدة الدرقية على السطح الخلفي لوحظ وجود أربع بنى تختلف قليلاً عن الغدة الدرقية بحد ذاتها، فسميت غدة نظيرة الدرقية أو جرات الدرقية، وهي أربع غدد صغيرة تلتصق بالسطح الخلفي للغدة الدرقية. أيضاً في جسم الإنسان غدد صماء أخرى، مثل مثلاً غدة الكظر وغدة المعسكرة، ولكل منها أيضاً دور محدد تفرز حساسات معينة. الغدة الموجود في المعسكرة اسمها جزر لانجرهانس، وهي عبارة عن خلايا محاطة بالأوعية الدموية الغزيرة، وتقع في مؤخرة المعسكرة. لاحظوا من خلال دراسة بنية البنكرياس وجود مجموعة من الخلايا محاطة بأوعية دموية ولها إفرازات معينة، فسميت بجزر لانجرهانس في المعسكرة، موجودة في مؤخرة المعسكرة. أخيرا الغدتان الكظريتان، هاتان الغدتان تتوضعان فوق الكلى. نحن في جسم الإنسان في عنا كليتين، صح؟ فوق كل كلية يوجد غدة كظرية، ولوحظ أيضا من خلال دراستهما من حيث تأثيرهم من حيث عملهم أن الغدة الوحدة، الغدة الكظرية الوحدة، قسمت إلى قشرة ولب، قشرة كظر ولب كظر. فإذا في جسم الإنسان في عنا غدتان كظريتان، وكل غدة قسمت من حيث التأثير إلى القشرة واللب. أجب صح أو خطأ مع التصحيح الخطأ. تفضل يا أماني عزيزتي، أجيبي بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. إذا وجد، تقع الغدة النخامية أسفل الدماغ، صح ولا خطأ؟ نعم صح. 2، تحيط الغدة الدرقية بالحنجرة وأعلى الرغامة، صح. أحسنتي، أيضا صحيح. الغدة نظيرة الدرقية تلتصق بالسطح الخلفي للغدة النخامية، لا كأن مين؟ الغدة، نحن نقول غدة نظيرة الدرقية. أيوة أحسنتي، نعم أحسنتي، غدة نظيرة الدرقية تلتصق بسطح الخلفي للغدة الدرقية. شو دخل النخامية بالموضوع؟ نعم أحسنتي. سؤال الأخير، الغدتان الكظريتان تقعان خلف الكلى، أين تقع إذا؟ نعم أحسنتي، بالضبط فوق الكلى، جزاك الله خيرا، أحسنتي، تقعان فوق الكلى، أحسنتي وجزاك الله خيرا، بالضبط. الغدتان الكظريتان، لاحظوا أحياناً السؤال يكون كله شكل صحيح، ولكن كلمة واحدة تقلب المعنى وبيختلف الإجابة عنها، فلذلك لازم نقرأ السؤال بشكل كامل وما ناخده من أوله عشان نقدر نجاوب بشكل صحيح.